بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة نيروبي، قمة اقتصادية في المقام الأول. لمزيد من إلقاء الضوء على أهمية انعقاد هذه القمة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور سعداوي، بعد التحية، قمة نيروبي تأتي تحت شعار كبير هذا العام هو تسريع تنفيذ منطقة التجارة القارية الحرة الإفريقية. أهمية انعقاد هذه القمة وأهمية المشاركة المصرية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. طبعا مصر الأفريقي دور لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال. مصر دائما رائدة حتى في مبادراتها، لتعلم سيادتك إن قمة منتصف العام التنسيقية دي للاتحاد الأفريقي هي اساسا مبادره قدمتها مصر وقدمها سياده الرئيس في رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. سياده الرئيس ومصر مهتمه جدا بالقضايا الافريقيه وبالتعاون مع القاره الافريقيه، لانه سبيلنا الاكيد والوحيد للاستمرار في دور مصر القيادي على مستوى القاره الافريقيه ودور مصر الدولي والإقليمي، وكذلك أهم حاجة تنمية الاقتصاد على المستوى القاري وعلى مستوى الشركات والمؤسسات المصرية. النهاردة القمة لو شفت سيادتك إن القادة الأفارقة رئيس روتو قدم أجندة للقضايا والمشاكل التي تعاني منها أفريقيا، وفي نفس الوقت قدم طموحات القارة، ونفس الكلام عادوا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر رئيس الغزالي، قدموا النهاردة قضايا أفريقيا الحقيقية، مشاكل التنمية، مشاكل الاقتصاد، المشاكل المرتبطة بالصراعات والنزاعات المحلية، المشاكل المرتبطة بالإرهاب، المشاكل المرتبطة بتدني الخدمات الصحية والخدمات التعليمية في القارة، المشاكل المرتبطة بتدني البنية الأساسية والربط بين دول القارة. كل هذه القضايا تعيق فعلا قضية الاندماج الإقليمي في القارة، وتعيق أيضا نجاح القمم الأفريقية ونجاح التنمية في أفريقيا ونجاح أي إنجاز يمكن أن يتم أفريقيا. طبعا أشاروا إلى قضية الديون وعبء الديون قد إيه على أفريقيا، قضايا التمويل وعجز القدرات. طب دكتور عدلي يعني مصر تشارك بوصفها الرئيس الحالي للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد والرئيس الأسبق لتجمع الكوميسا، وهو تجمع في غاية الأهمية اقتصاديا داخل القارة. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر في ملف التنمية وإعادة الإعمار، خاصة أن لمصر تجربة رائدة في القارة الإفريقية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية ومساعدة الدول على إقامة العديد من المشروعات للنهوض باقتصادها؟ مصر دائما تدفع الشركاء الدوليين وتدفع المؤسسات الدولية انها تتبنى القضايا الافريقية وتساهم في الاستثمار في القارة الافريقية وتساهم في بناء البنية الاساسية، لان البنية الاساسية هي اهم قضايا القارة الافريقية. وجود بنية اساسية ووجود ربط بين دول القارة يساعد على الاندماج ويساعد على انتقال السلع والخدمات ويساعد على الاستثمار. لكن دائما هي قضية أفريقيا، حتى قضية الاتحاد نفسه، العجز المالي عن قدرة القارة على أنها تمول تنميتها بشكل ذاتي، وده يمكن اللي أشار لي رئيس كينيا رئيس ويليام روتو أن العجز المالي هو أهم تحديات القارة، وأن عبء الديون عبء كبير جدا. وبالتالي مصر بتقدم هذه القضايا والمشاكل أثرها سيادة الرئيس في القمم الدولية على المستوى الدولي، ودائما مصر تسعى لأن تخفيف أعباء الديون على القارة الأفريقية، تخفيف أعباء التغيرات المناخية، وإحنا قدنا مصر قادت هذا في قمة المناخ في شرم الشيخ.